شكر كل الشكر لهذا الفريق الرائع الذي أنجز هذا المهرجان في وقت صعب تعيشه منطقتنا العربية، وأصر على أن يقدم لنا حالة رائعة من البهجة، حالة رائعة من الابتسامة على وجوه أطفالنا، وأن ينقل لهم مجموعة من الثقافات من خلال ما قدم من أفلام. وانتقلت هذه الأفلام إلى كثير من مناطق مصر المهمة، ونراهن العام القادم على أن تنتقل إلى أقصى نقطة في صعيد مصر، إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها. أنا كان عندي جائزة حلوة إنه قضيت أسبوع جدا جميل بين الافتتاح الرائع والختام الرائع وما بينهما. أنا كمان مش يعني ممكن أشكر المهرجان على استضافتي أو على مشاركتي كلجنة التحكيم أو على هذا الأسبوع اللي قضيناه بنشوف أفلام من الأطفال عن الأطفال للأطفال من كل العالم. وممكن أشكر كتير أشياء، يعني أشكر عن طاقم، أشكر مدام سهير، أشكر كتير شغلات، بس اللي عن جد أنا حابب أشكر إنه مهرجان لمدة أسبوع فيه نشاطات من كل العالم، وكان في يوم لفلسطين. فشكراً مصر، شكراً مصر. والجائزة الأخيرة القاهرة الذهبية للأفلام الطويلة الروائية. The prize goes to Little Brother, Kazakhstan, because it depicts in a film language of the highest order the suffering and coming of age in a remote environment. لفيلم الأخ الأصغر كازاخستان، لأنه يصور بلغة سينمائية راقية عن معاناة الطفل في طريقه للنضوج في بيئة نائية. أود أن أعبر عن خالص سعادتي وامتناني لأني شرفت برئاسة مجموعة شديدة التميز من الشخصيات، الحقيقة يعني جعلوا تجربة التحكيم في هذا المهرجان غير مسبوقة من حيث المناقشات الراقية والتناغم والتآلف بين أعضائها، فأنا بتوجه إليهم بخالص الشكر. الشيء الثاني، وهذا بفضل لجنة اختيار المهرجان، إن كان عندنا مجموعة من الأفلام الجيدة فعلا والتي ناقشت موضوعات هامة جداً.